بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطوح. اليوم 13 اكتوبر غنديروا الزراعة ديال الثوم. الزراعة ديال الثوم كتبدا في شهر 10 وشهر 11، والموعد ديال الجني كيكون شهر 4 يعني ابريل ان شاء الله. وكلنا كنعرفوا الفوائد ديال الثوم الصحية على جسم الانسان، ولهذا نغرسوها في السطح ديالنا ونستافدوا في هذاك النمو الخضري ديالها، ومن بعد ثاني كناخذوا في الراس ديالها الكبير في التربه. ودرت لكم واحد جوج فيديوهات عليها هذه تقريبا واحد عامين، راه موجودين على القناه ديالي، كتشوفوا الانتاج وتشوفوا كل شيء اللي بغيت تفرجوا عليه. وغالي التذكير باش نديروا هذه الزراعه هذه باش ما ننساوهاش، هما كنجيبوا الثوم ديالنا، الثوم بلدي هو هذا لاحظوا، وكنحاولوا نفصلوه. الراس اللي ضعيف ما نغرسوش، الراس اللي كان ضعيف جدا بلا ما نغرسو، لانه يعطينا واحد النمو ضعيف وما يكونش مهرس من التحت. هنا كتشوفوا هنا فين كيكونوا الجذور، هنا فين غادي تخرج لنا الجذور، وهذا هو الراس اللي كيخرج النمو الخضري. ها هو شوف وصل الموعد ديال الزراعه ديالو، سبحان الله بدا كيخرج، لاحظوا داك التقوفل، شتي الراس ديالو هو هنا مقفل. التربه اللي كيبغي راه تربه، اي تربه كيجود فيها، اي تربه كيجود فيها، تربه رمليه، تربه طينيه، تربه غير هو كيبغي السماد، كيبغي السماد العضوي. وهو هذا السماد العضوي اللي كتشوفوا ها هو في التربه، هو هذا هو السماد روت ماعز، هو هذا اللي كتشوفوا. نقلبوا التربه ديالنا، نديروا هذه الخطره زراعه مباشره، فهمتي، ما غاديش نحرطوا الارض، نروح للزراعه مباشره. هنا كتشوف واحد الشتا ديال الباباي، كناخدو الرؤوس بهاد الطريقة هادي، كنوزعوهم تقريبا 6 سنتيم 8 سنتيم، راه مزيان هذا اللي لأن كيقتل الفطريات في التربة، مزيان هاد شجرة الباباي اللي كاين. الجار ديالنا خصنا نديرو دائما معاهم واحد رأس ديال التوم باش نقتلو الفطريات على هذا الشكل، هذا نحطهم على هذا الشكل هذا، لاحظوا اللي عنده مساحه ولا عنده ارض اللي عنده ارض او حديقه زراعيه يبعد بالمسافات بين من 10 حتى 15 سنتيم باش يكون الراس اكبر. صافي كنشرعوا كنتوكلوا على الله، كنقولوا بسم الله توكلنا على الله. هذا الراس كما قلت لكم لاحظوا كيوالي لتحت، وكنغرزوا في التربه ديالنا. التربه راه شبعات البعني الشتاء الحمد لله، كنخلي واحد الراس خارج كده على هذا الشكل. نغرزو في التربة، بعد واحد 15 يوم يكون عندنا واحد النمو الخضري، وإن شاء الله تشوفوا معنا كاملين. نغرز غير الكمية كافية يعني، هنا التربة ديالنا راه شبعانة ما يعني، نقدرو نضيفو شوية الماء ولا بلاش كاع حتى تجي في التربه، لان شبعات الماء ديال الشتا. والسماد ها هو كتشوفوه، لان الثوم كيبغي السماد العضوي. وهاد الطريقه جد مبسطه وسهله للمبتدئين باش يزرعوا الثوم سميتو في البالكون ديالهم، في الشرفات ديالهم، اولا في حدائق، اولا في السطح ديالهم. هادشي اللي كاين، ها بحال طاحت شويه الشتا الحمد لله. جمعتها، انا ما كنضيعش المياه ديال الامطار، حتى لا سيتير الفوق راه تقريبا دخل ليها الماء. وهادي واحد ساعه الماء كانا الحمد لله دغيا استفدنا في هاد المياه. واحد الكرموسه بس، شوفوا التين بدات كيخرج عاود تاني نمو جديده، خلفات جديده ان شاء الله. واحد طابت ولكن كلا منها الطير، لا بدا نشوف الطير دايما كيجي يصبح هنا كياكل، واخا كلا غادي ناكلو معاه، ياكل هو ونحب ناكلو حنا. بالنسبة للدراغون ها هو بدا كياكل الاحمرار ديالو، لاحظو ها كاين عاوتاني هنا، ها هو هنا، هذا مازال ما عرفت اكتشفتوش، هذا قلب ابيض لاحظو هنا ما شاء الله. شوف الحجم ديالها، ملي غيكون ديال الحصاد غنشاركو معكم. الخرى تاهي كاينه هنا،
وهذه الكعيبه اللي كنقول للناس باش يديروا هذا الدراجون، وراه زرعتو على هاد النواحي كامله. بغيت ندير معكم واحد الدوره نيت على باباي، شوف الباباي النوع القزمي، وهذا الدراجون ها هو تا هو كيتسلق هنا. هنا كاين الفول، ها هو غادي بالنمو ديالو، درنا ليه الزراعه ديالو. هنا حباق والنعناع، قرايات النعناع اللي زرعنا ما شاء الله. درت الفيديو تقريبا واحد جوج الاسابيع هذا، راه حلو هو غادي مزيان. طاحت عليه الشتا مزيان نيت، ما طاحت عليه الشتا هادي. هنا كاين الباباي وكاين البصل، داك البصل اللي درت لكم الزرعه ديالو او الشتلات ديالو. وهذا البصل اللي ما شافوش بالنسبه للدراجون، ها هو كتشوفوا ها السلاوي ما شاء الله. هنا الباباي و الباسيون فروي، ها هو غادي كيتسلق. فاكهة العاطفة أو الباشن فروت، ثم اللويزة، الشتلات ديال البنان، هاهما يلاه زرعتهم، هاهما مشاو مساكن، غرست الشتلات ديال البنان، هذا البنان القزامي متوفر، بسم الله، هانتوما، هذا كله زرعتو. النمو ديالو جيد، ملي كيكون عندو هذا الرأس عارف صافي النمو ديالو راه غادي مزيان. وملي كيكون هذا الرأس مكاينش بحال دابا هادي، تقدر تحرق هادي، يعني مشات محروقة هادي، إلا مخرجات صافي. خص دائما الرأس هو هذا يكون مزيان. دائما الرأس راه حلو، هاهو شتو هنا هو الرأس ديالو، إلا متليه الرأس صافي كيموتو. أو بهذا المنظر الجميل ديال هاد المياه والأمطار والجولي رائع، كنستودعكم ونتمنى لكم زراعة جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.